إيش هالآية اللي سمعتها؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ متى سمعتها؟ قبل تقريبا أسبوعين. من مين؟ من الشيخ منصور. وش سوت فيك؟ غيرت أشياء كثيرة، شيء عظيم. قبل كم تقريبا؟ قبل أسبوعين؟ أسبوعين. سمعتها ليل نهار؟ لا، في الليل على تقريبا الساعة 3 الفجر. كنت على اليوتيوب، كنت أشاهد المقطع وتغير فيني شيء عظيم. ست شهور غريب. وبعدها في الأسبوعين هذه حاولت أعدل من وضعي. وكيف أقبلت على القرآن ولا باقي؟ أقبلت بقوة. الله يجعلك من أهل القرآن. قول أمين. أفحسب